ماشي معاك. احنا ولاد وهنيجي تاني والله ما في حد فيه راضي والله مش راضي والله انا بقول لك والله الفكره فيه والله هو صعب طلع على الحصان بس احنا كنا فوق اصلا احنا نزلنا احنا هم نزلوني نزلوني اللي كانوا فوق طب اللي فوق يعني اللي فوق جيش بس يعني انت فاهم ايوه جيش بس كله جيش ايوه جيش بس هو نازل كله طيب خلي بالك بس لحسن الميه لازم ابو مجند طيب ولا عامل ايه؟ كلنا والله بنحب مصر انا لابس لو لابس ملكي سلوكياتي والسلوكيات اللي حواليا بتختلف معايا لما بلبس ماشي مش ده تفسير يعني تفسير العمل اللي انت بتعمله ما يتفهمش يعني في فرق ان هو يتقال على الناس اللي هناك دول بلطجيه مقدرهم جدا اه انتوا مش بلطجيه لا طبعا ايوه يا رجاله الله اي مش كبير من هنا لا انسى دي ده كبير قوي احنا عايزين حاجه ندق بيها طيب ولا ينفع بس هي جت في وشي تعالى كده بص يا عم تعال مالك يا باشا
جامد يا عم الدرع ده ازاي جاب من كده؟ على السليم استنى كده استنى بس استنى يا عم مش عايزين طلعنا فوق مش عايزين طلعنا فوق الدليل عليها اللي اتشافت مش عايزين فوق يا عم وانا هاجي والطوبه هروح مصفي عين اختك. فرجني بقى هتعمل ايه؟ طيب اقول لحضرتك اعمل ايه؟ والله ما هسيب حقهم بس يوم ازاي؟ هموت هتاخدني تقول لي تعالى روح القسم؟ لا 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 هموت اللي عمل كده بس اقسم بالله انا لو شفت بنت والله والله انا ما يجيليش قلب ان انا اعمل كده. انا مش هيجيلي قلب ان انا اعمل كده حتى لو هي بنت. انا همسكها ممكن امسكها بس انا مش هيهون عليا ان انا اعمل كده. انا دي كل النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا معاك ان في مثلا انا قلت لهم صدقه بيه صدقه بيه والله العظيم بره كنت قاعد مع ناس قلت لهم يا جماعه لو احنا قاعدين دلوقتي واحد مننا اتضرب هنسكت؟ مش هنسكت. يبقى اذا اللي جوه ده اللي بيضرب هو غصب عنه عشان في واحد صاحبه جنبه اتضرب فتعور فلازم مش هيسكت. انت بتتكلم دلوقتي وانت ايديك في المال بارده لكن يمين بالله العظيم ثلاثه لو اللي انا بقول لك ده حصل ما هتشوف قدامك بيحرقوه وضربوه. شوف انا بقول لك ايه بقى ما هتشوف قدامك لما تلاقي واحد كده واقف جنبك ودفعتك وحبيبك ومقضي جيش معاك ومر ان شاء الله يا رب يكون ملاك والله ما هسكت ومره واحده هتوصل اتهبل على الارض بص والله العظيم ما هسكت بس مش هتوصل لضرجه ان اقلع روحه. انا لو الغرض برضه الغرض هموته الغرض هو مش عايز يقلعها هو بيشدها هي مش راضيه تروح معاه لا هتبهدلك كده ويعملوا طلعت هدومه طلعت هدومها بقى المنظر اتلقط معلش بهدلت ما ده انا ده اللي احنا بنتكلم ده بقى الدنيا كامله ما ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى اللي الصحافه بتعمله والاعلام بيعمله ان هو عايز يهيج الناس ايوه جنون التحرير بتاع مين بقى جنون التحرير ده انا بقول لك ابراهيم
خالص. لا انتوا ليه هي قال انا فيها؟ بس انا في اللي في اللقطه ذات نفسها. ايه قال انا فيها؟ فين الرقابه دي؟ هي اللي قعدت فيها. اه هي قالت فيها لبس القوم. هي برضه على اه لا ده مصر اليوم عرض ليها اكتر من صوره، وهي الاول بالنقاب بعد كده وهي نص 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 بعد كده كده. ده في فيديو كمان حاجه ان معلش صورات ممكن يكون دول حذاكر بعيد عن كده، بس بس ليهم يعني الدفعه بكره دي ده اللي بتكلم فيه. احنا لا انا بقول لك انا مش عاجبني المنظر. انا بقول لك وقت الانفعال لما تلاقي اخوك ولا زميلك وقع جنبك ما تقدرش تسيطر على نفسك، ولا ولا القائد بتاعك هيعرف يسيطر عليك. اه والله طب هي عارفه تخدم ربنا يا جماعه. ايه ليه جنود بدوا على الحدود؟ اه مش اصحابهم كانوا واقفين جنبهم يا سيدي؟ ده طلع عيالك تاني. واحدة جاية من المنصورة، واحدة جاية من المنصورة بمسكها جوه هنا. دي المنصورة واحدة جاية من المنصورة. كل حاجة بتشتغل. تعالى برضه نجرب. طب شغال بتشتغل ايه طيب؟ بقى لها أربع أيام هنا. تعالى أربع أيام. ستة ستة. ما فيش مع العساكر وبهدل على العساكر. ولما جت المشكلة دي حصلت بسبب إن في ستة من حماس دخلوا لبسوا لبس الأمن المركزي بتاعنا. أنا جنود مصر جت تعمل إيه؟ جنود مصر. يعني القصه القصه ما جاتش كل حاجه بتتعمل. واحد مبسوط مع كل حاجه ينفع تتعمل. واحد عطى بنجه الله يكسره مع عطى بنجه. انا ممكن اقول حاجه؟ في ناس ليها والله عارف انا بقولوا كده. في ناس سوا موجوده بس انا معلش الناس اللي بره دول ما لهمش كلمه، يعني ما لهمش حد يعني ايه يسيطر عليهم. انا جيت كجيش كجيش الناس ده كلهم نايمين اهو يا عم.